أما في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها افتتاح أعمال تطوير وتجميل بوابة مدينة سيوة في محافظة مطروح، وصرف الدفعة 173 من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية. ده الدقهلية، لكن المنوفية بلدي بقى حصل فيها أخبار من يعني نوع آخر وأخبار مختلفة، لأن امبارح تم الموافقة على ترخيص 31 مشروع زراعي في محافظة المنوفية. كمان تم بدء موسم حصاد القمح بإجمالي 436 ألف فدان في الوادي الجديد، وأكيد في أخبار تانية في المحافظات المختلفة هنعرفها من سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها افتتاح أعمال تطوير وتجميل بوابة مدينة سيوة وزراعة أشجار النخيل على الجانبين لمسافة 500 متر. في جامعة بني سويف قررت الجامعة صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم المبذولة للإعداد للترم الثاني والحفاظ على حسن سير العمل. في الدقهلية أعلنت المحافظة صرف الدفعة 173 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين دون فوائد دفعة شهر مارس بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 19 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. في الغربية تم الانتهاء من رصف شارع أبو الحسايب بمدينة زفتة بطول 1600 متر وعرض 18 متر للاتجاهين، وده بيعتبر أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة لأنه بيربط بين مدخل المدينة وموقف زفتة العام، وبيتردد عليه ما يقرب من 30 ألف مواطن يومياً. في بورسعيد تم الإعلان عن بدء موسم حصاد محصول القمح يوم 15 إبريل الجاري، وده على مساحة 10138 فدان على مستوى المحافظة، وبيتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح. في المنوفية تمت الموافقة على استخراج 31 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن ومناحل ومصانع ومحلات أعلاف، وده لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين. في سوهاج شهدت المحافظة تشغيل مستشفى طهطا العام تجريبياً، وده بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمستشفى قبل افتتاحها بشكل نهائي لخدمة المواطنين تزامناً مع احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي. في القليوبية افتتحت جامعة بنها مقر المشروع الوطني للقراءة بمجمع الكليات بمدينة بنها، وده مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف لتوجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة اللي بتمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بإجمالي 436 ألف فدان بزيادة 50 ألف فدان عن السنة اللي فاتت، أغلبها في منطقة شرق العوينات بالدخلة كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة، وبلغت 186 ألف فدان.